بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات صيفيه ظريفه وسهله جدا ان شاء الله. اول وصفه هنعمل مع بعض لازانيا بوكيت، مكرونه لازانيا بشكل مختلف وظريفه جدا. كل واحد هياخد له كده بوكيت منها، هتعجبه جدا. فيها بشاميل وفيها لحمه مفرومه، وهنستخدم معاها صوص بيتي هاينز، صوص طماطم ظريف جدا بيسهل كل حاجه علشان تبقى خطيره. والوصفه الثانيه هنعمل مع بعض الناجتس الفراخ، كل الولاد بيموتوا في الناجتس، ويعني هي بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. هنعملها سوا مع بعض عشان تعمليها لهم بقى في البيت، وتبقي مثلا مخزناها شويه في الفريزر، لما تبقي عايزه تنجزي وصفه على طول تطلعيها تحمريها، تبقى خطيره. واخر وصفه هنعمل الذره المشوي في البيت، هنعمل ذره مشوي ظريف جدا. الحقيقه الذره المشوي ليه اكتر من طريقه، فانا هقول لكم ايه هي الطرق اللي ممكن نشوي بيها الذره في البيت. هيطلع طري وظريف جدا وكاننا كلناه بره، حلو قوي في البيت كده، كل واحد ياخد له كوس ذره وبالهنا والشفا. هنقول مقادير اول وصفه، اللازانيا بوكيت. معايا مكرونه لازانيا، شرايح من اللازانيا، في نوع مصري ظريف جدا موجود في السوق، يعني انا شايفاه لطيف جدا وجربته، ما بيتكسرش ولا اي حاجه. وفي انواع طبعا المستورده بتبقى هايله. الوصفه دي تحديدا ضروري فيها ان احنا نسلق اللازانيا، بتسلقيها في ميه عليها معلقه صغيره من الملح، وبعد كده بتطلعيها على طول في ميه مثلجه زي ما بيقولوا، وتشيليها بقى ايه في طبق مدهون زيت، وتحطي فوق كل رق ورق التاني مثلا كيس بلاستيك علشان ما يلزقوش في بعض وتضايقك وتبقى رخمه. يعني هي دي بس ايه، تعمليها يعمليها زي ما بقول لك كده، ان شاء الله هتطلع ظريفه جدا. ومعايا بقى كمان لحمه مفرومه معصجه، طبعا عشان الوقت، يعني انا عصجت اللحمه المفرومه بالطريقه العاديه، وحطيت لها ملح وفلفل ومعلقه من معجون صلصه الطماطم ورشه من جوز الطيب. وهنعمل بقى كمان صوص البشاميل. صوص البشاميل هنعمله بنكهه ظريفه جدا، وهنستخدم معاه صوص طماطم بيتي هاينز، هيبقى لونه بينك كده شويه، وهيبقى طعمه حلو جدا جوه اللازانيا. عباره عن ايه بقى مقادير البشاميل؟ معلقتين من السمنه، معلقتين كبار من السمنه، عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم لتر من اللبن، لبن حليب ويكون فاتر ما يكونش سخن. معايا ملح وفلفل اسود، رشه من جوز الطيب، مكعب مرق، وهحتاج كمان معلقه كبيره من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي اللي هي بتبقى جبنه الكوبايات، بتتباع في السوبر ماركت، في بنكهه الشيدر، نكهه الرومي، بيبقوا لطاف جدا وبيعملوا طعم حلو قوي في البشاميل. لو ما عندكيش الجبنه الكوبايات ممكن تستبدليها بجبنه رومي او جبنه شيدر مبشوره، وتحطي الكميه اللي انت عايزاها، يعني معلقه معلقتين حسب ذوقك. عندي كمان بقى جبنه موتزاريلا، هحتاج شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل الالوان، وزي ما قلت لكم هحتاج كوبايه من صوص الطماطم بيتي هاينز عشان نحطها على البشاميل، وبس خلاص. وصفه بسيطه جدا، احنا اختصرنا الوصفه في ان احنا سلقنا خلاص اللازانيا، شرايح اللازانيا، وزي ما قلت لكم حطيت لها ما بين كل شريحه والثانيه كيس كده بعد ما دهنت المكرونه بخفيف من الزيت علشان ما تلزقش بقى وتضايقني. هي جاهزه كده تمام، دي احسن طريقه تقدري تحفظي بيها اللازانيا من غير ما تلاقيها ايه لزقت معاكي وضايقتك، تمام. واللحمه المفرومه متعصجه، اتعصجت بشكل بسيط وعادي جدا. هنيجي بقى ايه نسخن بقى الحله هنا عشان البشاميل كده اهو، ونجيب المضرب، نجيب بقى المكونات جنبي، السمنه والدقيق بس كده ايه تسخن شويه. احنا بقى في الوصفه دي، يعني عاده انا بحب البشاميل يكون خفيف وسايح والكلام ده كله، في الوصفه دي انا عايزه البشاميل يكون ماسك نفسه، لان هو هيبقى عامل زي الجلو، عامل زي الغرق اللزق اللي هيلزق البوكيت بتاع اللازانيا، فانا عايزاه يبقى تقيل شويه سميك شويه. هقول لكم دلوقتي ازاي. هنحط السمنه كده اهو، بس هنحط معلقتين من السمنه، عايزاها بس تسيح قبل ما احط عليها الدقيق. وزي ما اتفقنا ان اللبن بيكون لبن فاتر، يعني بارد او حتى ساقع، بيبقى افضل بكتير عشان نضمن ان البشاميل ما يكلكعش معانا، خصوصا اللي ايه يعني اللي لسه مبتدئين في البشاميل. سمنه بس كده تسيح، قصه سهله جدا ظريفه، تمام. السمنه ساحت،
هنقوم حاطين الدقيق كده اهو. بس نهزهم بس كده ايه يسخنوا يشكشكوا مع بعض قبل ما نحط الحليب اللبن. كده اهو اسخنوا بس كده شوية. هنجيب بقى الحليب جنبي هنا اهو قريب ان شاء الله يا رب ما وقعش زي كل مرة. وجبنة الكريمي ورشة جوز الطيب ومكعب مرق. نصه شكله حلو جدا كده. هو ده الشكل اللي هيطلع البشاميل ظريف، يعني نسبة وتناسب ما بين الدقيق والسمنة، ما يبقاش الدقيق كله مكلكع وشرب السمنة كلها، لا يبقى كده شكله عامل كده. يعني هنحط بقى اللبن. بسم الله. كده نقلب كويس. هنحط بقى ايه الجبنة الكريمي، معلقة كبيرة. نقلب زي ما قلت لكم، تقدروا تستغنوا عن الجبنة الكريمي بجبنة مبشورة بقى، رومي او شيدر، او ممكن الجبنة المثلثات كمان، جبنة المربعات، كل الحاجات دي هتبقى ظريفة طعم الجبنة في البشاميل يعني. كده نحط بقى مكعب مرق، هيعمل بقى ايه طعم ظريف كده. رشة خفيفة من جوز الطيب، رشة جوز الطيب مع البشاميل هايلة. نحط بقى ملح، فلفل، عايزه بس كده ايه يغلي واتاكد من سمكه ان هو سمكه كويس مش خفيف قوي، لان زي ما قلت لكم عايزاه يبقى تقيل سن عن المعتاد، يعني الطريقه اللي انا بحبها، انا بحب دايما البشاميل يبقى سايح، لكن انا في الوصفه دي عايزاه يبقى تقيل مش سايح. كده ممكن نشيل بقى الكلام ده كده نحطه ورا، نفضي مكان. معايا بقى ايه صوص الطماطم بيتي هاينز، هحتاج كوباية واحدة بس منه. خلي بالكوا بقى ان بيبقى فيه نوعين من صوص الطماطم بيتي هاينز، نوع مكتوب عليه بالبصل والملح والفلفل، وده مكتوب عليه ملح وفلفل بس، تمام؟ فانا طبعا دلوقتي عشان هحطه في البشاميل فانا محتاجة بالملح والفلفل بس اللي مفهوش بصل، لكن لو هتحطيه بقى في طبيخ وخضار والكلام ده كله يبقى استخدمي اللي فيه بصل هيبقى ظريف جدا. فانا هستخدم اللي بالملح والفلفل بس، اللي الستيكر بتاعه لونه بني كده او جولد كده على ذهبي شويه. شدي بس يشد حلو بشاميل شويه عشان احط عليه على طول الصوص، صوص الطماطم. هيعمل له طعم بقى حلو جدا جوه مع المكرونه، يعني هنعتبره يعني بينك صوص كده مع المكرونه واللحمه المفرومه، هيبقى فظيع حلو جدا. اهو بيتقل يا مسهل. تمام اهو بيبتدي يتقل وبيغلي عشان بقى ايه ابتدي احط له صوص الطماطم. خلي بالكوا طبعا ايه عشان تعرفي ان انت اول واحده فتحتيها يعمل الصوت ده، امال كنتوا سمعتوا الصوت ده اهو كده. دي حاجه مهمه جدا. هنحط صوص الطماطم كده اهو. بس بهذا الشكل الظريف نحط
فيه بقى كل ننزل كل فسفوسة وفتفوتة في البتاع كده اهو. كل ستات البيوت زي كده يعني، تلاقيها ايه بتعصر تنزل كل حاجة فيها مسيبش نقطة. أيوة لا الحكاية كده مش أيوة. ياخد بس كده غلوتين بيبقى الصوص البشاميل الظريف جاهز جدا. عايزين بقى ايه اوريكم فكرة اللازانيا. نجيب الصينية دي كده هنا واقول لكم بقى ايه هي الحكاية. وكده البشاميل خلاص وهطفي عليه النار حالا. خلاص يا بشاميل بس كده. هعمل ايه بقى؟ بصوا يا شباب ادي شرايح اللازانيا هجيبها بقى هنا كده جنبي. هجيب شريحتين بصوا ادي واحده اهي احطها على القرمه هنا كده بصوا بهذا الشكل الظريف. عايزه اجيب معلقه وليكن هذه الملعقه البشاميل بقى هحط منه هنا كده. طبعا خلي بالكم البشاميل لما بيبرد شويه بيبقى يعني بيبان هو اتقل من كده، لكن هو كده برضو ايه لسه محتاج يهدى محتاج يبرد. انا هوريكم الفكره كده تمام. وهاخد واحده كمان من اللازانيا شريحه اخرى من اللازانيا احطها ايه بالعكس تمام كده. يعني احطها اخلي بقى البشاميل كانه جلو كانه صمغ يعني كده اهو. وعندي بقى اللحمه المفرومه حط كده هنا ايه اللحمه المفرومه المعصجه ومحطوط لها برده معلقه كده من معجون صلصه الطماطم عشان تديها طعم تمام. ونجيب برده البشاميل نحطه كده فوق اللحمه بهذا الشكل الظريف كده. وهعمل ايه التحت بقى الشريحه اللي تحت دي هقفلها كده تمام. ودي هقفلها كده وبعدين دي هقفلها كده والحلوه دي بقى ايه تحت كده وفوق كده بس بهذا الشكل الظريف. هي دي اللازانيا بوكت هي كده بوكت. هعمل ايه بقى هشيلها واقوم حطها في صينيه الفرن هنا بالشكل ده. وهجيب برضو البشاميل احط عليها كده من فوق معلقه كمان بهذا الشكل الظريف. بعدين بقى بعمل ايه ممكن نحط شويه من الجبنه الموتزاريلا الاول كده مثلا ومعايا شرايح من الطماطم اخد كده شريحه طماطم احطها من فوق وكمان شريحة فلفل رومي أخضر. ممكن نحط كمان من جوه شوية جبنة كمان. وهتفضلي بقى تعملي البوكتس الظريفة دي وتبقى هي دي اللازانيا بوكت. هل عندنا وقت نعمل واحدة كمان ولا خلاص عندنا فاصل دلوقتي؟ طيب عشان عايزة أعمل واحدة. طب خلاص نروح فاصل بسرعة جدا عشان عايزه اعمل واحده كمان معاكم تشوفوها. فاصل بسرعه جدا جدا وسوف اعود خليكم معانا ان شاء الله. انا جيت هعمل معاكم واحده لازانيا كمان علشان اوريكم شكلها. عملناها قبل الفاصل نعمل واحده كمان قبل ما ندخلها الفرن. بصوا يا شباب ادي شريحه اللازانيا المسلوقه الظريفه هحط اول واحده كده تمام. شايفين كده ومعايا بقى صوص البشاميل اللي انا هستخدمه كغراء يعني جلو نلزق فيه. نجيب واحده كمان نحطها هنا كده تمام. ومعايا بقى ايه اللحمه المفرومه نحط هنا كده شوية من اللحمة المفرومة المتعصجة الظريفة وتاني بشاميل
بشاميل لونه بينك عشان حطينا له صوص طماطم بيتي هاينز، هيعمل له بقى طعم ايه ظريف جدا. ونطبقها بهذا الشكل الظريف، نجيب دي كده ودي كده بس كده يا جماعه، وبتبقى بوكيت بشيلها زي ما هي كده ونحطها في الصينيه، ونحط كمان بشاميل عليها من فوق ونوزعه كده ونفرده، ونقوم حاطين شرايح من الطماطم مثلا، جبنه موتزاريلا وفلفل رومي اخضر ظريف كده من فوق، وبندخلها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقه بالكتير. الحاجات كلها مستويه، عايزين الجبنه تسيح والمكرونه بس كده ايه يعني، الحاجات كلها تلزق في بعض وكل واحد ياخد له واحده لطيفه. تقدري طبعا تغيري الحشوه، بدل اللحمه المفرومه تستخدمي مثلا فراخ او بسطرمه او سجق، يعني حشوات كده لطيفه كلها تكون مستويه هتبقى تحفه. هدخلها بقى الفرن، وانا اوريدي طبعا عامله كميه وموجوده علشان نقدمها مع بعض واوريكم شكلها عامل ازاي. هدخل بقى دي الفرن، بس كده، وايه نشيل هذه الحاجات عشان نعمل الوصفه اللي بعد كده حالا. كده اهو، تعالوا نعمل مع بعض الوصفه اللي بعد كده هتكون، تعالوا نعمل الذره المشوي، وبعد كده نعمل الناجتس علشان الذره ايه يتشوي قدامكم تلحقوا تشوفوه. فايه نشيل هذه الاشياء ونقول للذرة تعالى يا ذرة، والزبدة والجبنة. هقول المقادير عشان تبقوا عارفين الحكاية. معايا ذرة، تروحي تجيبي لك كام كوز ذرة كده من الراجل اللي بيشوي ذرة ده الظريف ده. معايا نص كوباية من الزبدة، الزبدة تكون طرية، ملح وفلفل اسود وجبنة رومي مبشورة. الملح والفلفل الاسود والجبنة الرومي المبشورة بنحطهم على الذرة بعد ما بيتشوي، لكن احنا بندهنه بالزبدة وبنشويه على الجريل. تمام، عايزه تدهنيه زيت بدل الزبده مفيش مشكله، بس الزبده هتخليه بقى ايه طعمه يجنن ملوش حل. احنا ايه ناخد لنا كده ايه كوز ذره كده ظريف، هنقشره بقى طبعا، طبعا محتاج عضلات بقى، ربنا يدينا الصحه كلنا. نشوف بقى ايه هنشيل الحاجات دي ازاي. اهو بس كده، يا رب بس كل الشعر ده انا مش عايزاه خالص، ما تخلص منه. وايه ممكن الكفر بتاعه الخارجي ده، القشره الخارجيه دي نستخدمها، هقول لكم دلوقتي ازاي. طبعا ممكن يتشوي في الفرن مفيش مشكلة، وممكن يتشوي على طول مباشرة على عين البوتاجاز، لكن نظرا طبعا ان احنا هنا البوتاجاز بتاعنا يعني مش عيون، مش عين بوتاجاز زي البوتاجاز الغاز اللي موجود عندنا في البيت يعني. بس اشيل الشعر ده كله، فايه مش هنعرف، مش هيدينا نفس النتيجة زي العين بتاعت البوتاجاز مباشرة كده زي ما بنشوي الفلفل الالوان مثلا ولا حاجة. فانتوا ممكن تشويه مباشرة على العين بتاعة البوتاجاز. وعلشان يبقى طري معاكي بتعملي ايه؟ بعد ما بيتشوي وبياخد لون حلو بتغلفيه، يا اما بالورق بتاعه ده، الورق الظريف بتاع الذرة ده، وبعد كده الومنيوم فويل، او بالالومنيوم فويل على طول لو الورق ده يعني ايه بتاع الذرة باظ منك او حاجة، او انت اشتريتيه اصلا من غيره يعني. بس كده، لان احنا عايزينه يتكتم ويطرى بعد ما يتشوي كده اهو. شيل بس كل الشعر الرخم ده، يبقى كوز الذرة ايه خطير. بس كده اهو خطير ومية مية. معانا بقى الزبدة الطرية، هاخد كده حتة وادهنها على ايه الذرة كده بهذا الشكل الظريف عشان يعمل لها بقى طعم ظريف. ونروح على الجريل نحط كوز الذرة لغاية ما يتشوي.
عايزه اعمل واحد كمان، بس ايه بقى، فتح فيه كده. زي ما قلت لكم ممكن نستغل القشره بتاعته دي، ان هو بعد ما يتشوي الريحه في مناخيري، بعد ما يتشوي نغطي بيها. بيبقى فيه دورة برضو، هو مفتح نفسه شوية، مش قافل قوي كده. بس كده، وبهدلي البيت بقى عندك بقى بالذرة عشان ياكلوا ذرة اي حاجة في البيت ليها طعم تاني بصراحة. كده نشيل كل هذه الشعيرات، بس كده، وندهنه بالزبدة الظريفة كده اهو. زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا الزبده بزيت، ونحطه هنا كده. بس بقى هتلاقيه يبتدي ياخد لون ويتشوي ويبقى ظريف. ايوه تسمعوا الطرقعه صح يا استاذ احمد وشموا الريحه بقى، يعني طرقعه وريحه وحاجه خطيره. ده بس الم هذه الاشياء علشان نلحق نعمل الناجتس. الله عليك يا دورة يا مشوي، الله. في البلكونة كل واحد ياخد له كوس دورة كده، والولاد كمان، هيبقى ظريف. نلم هذه الأشياء وأقول لكم مقادير الناجتس حالا كده اهو. بس الجبنه الرومي بقى هتستنى لما الذره يتشوي، نقوم حاطين عليها، يعني حاطين يا اما ملح وفلفل عشان يدي طعم حلو للذره، يا اما جبنه رومي المبشوره دي هتسيح عليها على طول فهتبقى ظريفه جدا. بس بلم البهدله دي وخلاص. تشوي بقى انت براحتك يا ذره يا حلو، تشوي بقى هو مع نفسه. وتعالى اقول لكم مقادير الناجتس. بصوا يا شباب، معايا تقريبا كيلو من الفراخ، سواء اذا كانت مفرومه، يعني انت مثلا شاريها مفرومه، او صدور عندك او اوراك عندك، وده يفضل. يعني احنا هنعملها مع بعض في الكبه دلوقتي. صدرين فرخه كبار مثلا معاهم ورك، ده كده هيبقى كميه ظريفه بالنسبه للمقادير اللي انا هقولها. معلقه كبيره من البصل البودره، معلقه كبيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيخليه هش كده ومنفوخ كده. ومعلقه كبيره من البقسماط الناعم، معايا بقى بيضتين عشان طبعا هنعمله بقى بانيه. معايا بيضتين، كوبايه دقيق، معلقتين كبار من اللبن هنحطهم على البيض. معايا كمان كوبايه من البقسماط، كوبايه من الكورن فليكس المطحون، وملح وفلفل وبس خلاص. حاجه يعني بسيطه جدا وسهله، ما فيهاش ابدا اي حاجه. اخبارك يا دره؟ ايوه ياخد ويدي مع نفسه بقى كده. نجيب الكبه كده اهو. هنعمل بس الحاجات في الكبه. هنحط الفراخ الظريفه كده اهو. زي ما قلت لكم لو عملنا صدرين فرخه وورك هيبقى حلو قوي بالنسبه للمقادير اللي انا قلتها. بس كده هنحط بقى البصل الباودر، الثوم الباودر، والبابريكا، والبيكنج باودر،
تمام، ونحط البقسماط، شوية كده من البقسماط، وعندي بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهضربهم لغاية لما يتفرموا تماما. كده عمل الكتلة من العجين ظريفة جدا، وريحة الذرة الناشفة ظريفة جدا. بس كده كتلة ظريفة من العجين اهو، بصوا اهو، ولا اي حاجة، واتعملت في البيت واتفرمت في البيت ومية مية. هنعمل ايه بقى؟ عايز اجيب كيسين من الاكياس البلاستيك، هقول لكم حالا. شايفين الذره برضو ايه، عمال يتشوي وظريف ومش هياخد وقت. عايزين بس كده ايه، اجهز بالجلوفزات واقول لكم على بقيه الحاجات. الزبده كمان هتخلي الذره طري، خلي بالكم. نجيب هنا كده المقص، معايا كيسين بلاستيك، كيسين تلاجة، انا عايزة ايه افتحهم علشان يبقوا كبار كده اقدر احط فيهم الفراخ، فراخ الناجتس، او طبعا تقدري تشكليها بايدك عادي يعني مفيش مشكلة زي ما تحبي، بس احنا هنعمل لها شكل بقى ايه حلو يعني يعجب الولاد. ايه يا كيس مالك؟ ندم تاريخي اهو. كده اهو، نقصه بقى كويس. ها قبل الفاصل عماله اجري قبل الفاصل كده. عايزه اقلب الدوره الاول برضو اهو، كده اهو. ونيجي بقى للايه، للعجينة بتاعت الناجتس الظريفة دي، ونحط كمان عليها كيس كده علشان ايه افردها. بصوا كده، احنا عندنا فاصل ولا ايه؟ طيب خلاص، انا هو فردت كده العجينه ومش هعمل اي حاجه، هحضر القطاعه بس علشان نلحق نروح الفاصل بسرعه وايه ونرجع اقول لكم ايه الموضوع. فاصل قصير جدا وسوف اعود ان شاء الله، خليكم معانا. انا جيت، الناجتس اهي زي ما هي، هنقطعها ونشكلها مع بعض. بس قبل ما نقطعها عايزاكم تبصوا على الذره، بصوا ظريف جدا اهو، وهيتشوي وهيبقى خطير، وطعم الزبده فيه بقى ايه هتبقى هايله. انا هصبر عليه كده ايه شويه كمان عقبال ما ايه نقطع الناجتس مع بعض. قبل ما اقطعها معايا بقى البقسماط، هحطه على يعني الكورن فليكس والبقسماط والدقيق، هحطهم مع بعض. فاستنى ممكن اجيب بولة اكبر شوية وليكن دي، هعمل كده ايه خليط البقسماط والكورن فليكس والدقيق كده، نقلبهم في بعض، حط عليهم ملح وفلفل، عايزه تحط لهم كمان توابل مفيش مشكله، حط ملح وفلفل، نقلبهم كده ايه مع بعض. احضر طبق، بس اجيب طبق جنبي هنا كده، والبيضتين هحط لهم برضو ملح وفلفل، رشه ملح ورشه فلفل بالشكل ده، ومعايا شوكه هخفق البيض
كده اهو، واحط عليه لبن كده اهو، بس كده. عايزه اتاكد برضو اخبار الذره ايه. يا سلام يا ذره، الذره المشوي الخطير يجنن يا جماعه. نرجع بقى للناجتس اهو معايا بقى قطاعه، بصوا على شكل نجمه، في بقى قطاعه نجمه اصغر من كده، في قلب، في اشكال زي ما انت عايزه، ما عندكيش اي اشكال خالص، ممكن تقطعيها باي كوبايه، فنجان قهوه، اي حاجه، ما فيش مشكله. مش عايزه تعملي القطاعات ولا الكلام ده كله خالص، ممكن بايدك تعملي اشكال عشوائيه كده بايدك مبططه، براحتك خالص. انا كده ايه هقطع اهو بالشكل ده كده، بس كده، وهتقومي مطلعاها عادي خالص ايه اهو. هأكد بس كده على الشكل الطريقة دي زي ما انتوا شايفين. وهعمل ايه بقى؟ هقوم حطها في البيض باللبن، وبعد كده ايه على الدقيق بالبقسماط بالشكل ده كده اهو، وارصها في الطبق. هنفضل بقى ايه نعمل كده الكمية كلها، ونرجع نعجنها ونقطعها تاني، البيض باللبن، وبعد كده ايه في خليط البقسماط والدقيق والكورن فليكس. وطبعا يفضل يعني ارجوكوا ان انتوا تدخلوها التلاجة شوية بتاع مثلا اقل حاجة يعني نص ساعة، علشان بس تمسك وتبقى ظريفة وقت التحمير. هعمل واحدة أخيرة علشان أحمر شوية كده معايا بالشكل ده. منور يا أستاذ طه. كده اهو، نشوف بقى ايه اخبار الذرة. يا عيني يا عيني، بصوا الجمال، وتشاو على طول، ما خدش ابدا اي وقت. هتعملي بقى ايه زي ما اتفقنا، الناجتس بالشكل ده كده على طول. انا العجينه دي هشيلها وهلمها، وبعد كده بعد الحلقه بقى نقعد نقطع ونحطها في الفريزر عشان ناكلها. وعايزه اطلع الناجتس بقى اللي في التلاجة عشان نحمرها سوا مع بعض. تعالي، انها طبعا لما تتحط في التلاجة بتمسك نفسها وتبقى افضل بكتير. نحطها بقى كده في الزيت، الزيت لسه مسخنش، ممكن نسخنه شويه اكتر، اول ما يسخن شويه نحمر اهو. هنزلهم ان شاء الله، الزيت هيشد عشان قبل ما الحلقه تخلص عايزاكم تشوفوهم، بس كده. وخلصنا خالص، الموضوع بسيط ما فيهوش ابدا اي حاجه. وتعملي ناجتس للولاد في البيت نظيفه بقى، وانت عارفه الفراخ ايه بالظبط، مش جلد بقى ولا حاجات ما احناش مكونات ما احناش عارفينها، لا حاجات كلها من البيت وانت عارفاها ومجرباها. ونعمل ايه بقى دلوقتي؟ نشوف اخبار الذرة ايه. هو الذرة كده خلاص. هنعمل ايه بقى علشان نخليه طري ومحافظ يعني على الطراوة بتاعته بعد ما اخد التشوية الظريفة بتاعته دي؟ هنجيب الالمنيوم فويل نحطه هنا كده كده واحدة، تمام. وعندي القشرة بتاعته اهي، هقطعها بس كده الحتة دي اهو كده، هحطها هنا خلاص كده. هو ايه مية مية، بصوا انتوا معايا، انا حطيت الالمنيوم فويل وعليه القشره بتاعه الدوره بالشكل ده، وهقوم حاطه ايه كوز الدوره كده، وهغطي عليه برضو، وهسيبه مقفول بالالمنيوم فويل بتاع مثلا ايه يعني 10 دقائق علشان يطرى ويبقى ظريف. بعد كده لما بتيجي تفتحيه بقى ايه، ابقي رشي عليه جبنه رومي زي ما انت عايزه، ملح وفلفل، تاكليه بس كده من غير اي حاجه، هيبقى تحفه.
احنا كده اول كوز معانا، نعمل التاني برضو وهيتشوي معاكي على طول ان شاء الله. تعالى يا دورة اهو كده، شيل بس الجريل دي كده ورا عشان عاملة ايه ريحة الدورة مش معقول، تجوع جدا. وهرجع ايه اقفله تاني، بصوا يعني هتلاقوه بقى ايه طري، يعني طري والزبده تغلغلت جوه حبات الذره فطرتها، ولسه كمان لما يتغطى كده وتقومي ايه كاتماه بقى بالالمنيوم فويل كده 10 دقايق بس، بعد كده هتلاقيه بقى طري وظريف جدا وبالهنا والشفا. عايزين بقى نقدم الاطباق قبل ما الوقت يجري مننا. والناجتس اهي اخبارها ايه، يا سلام اهو بصوا اهي ظريفة جدا جدا، هتاخد لون على طول وتستوي على طول. احنا كده كده مش عايزين الزيت يبقى سخن قوي، عايزين درجة الحرارة تكون متوسطة علشان الفراخ تاخد فرصتها انها ايه تستوي. واحنا حاطين بيكنج باودر مع العجينة، فده هيفرق جدا برضو في ان هو يخليها هشة كده مش مكتومة بس كده اهو، على طول هتاخد لون. احنا ممكن ايه نحضر بقى مناديل على الطبق عشان نطلعها ووريها لكم هنا كده اهو. والكورن فليكس اللي احنا حاطينه مع البقسماط والدقيق هيخليها ايه مقرمشه سنه كده ولذيذه خالص، ان شاء الله تجربوها تعجبكم. بس كده نشيل ده، تعالوا بقى ايه نقدم مع بعض الاطباق بتاعت النهارده. ألم بس أشيائي أحطها على جنب بس كده. عايزين نقدم اللازانيا بوكيت، تعالي يا لازانيا أهي بس كده، ظريفة جدا جدا. كل واحد هياخد له واحدة بوكيت كده من اللازانيا، بس احنا ممكن ايه نرش كده شوية بقدونس ونحط اللازانيا بوكيت الظريفة، مكرونة لذيذة جدا جدا هتعجبكم قوي. استخدمنا فيها صوص طماطم بيتي هاينز اهو بس كده، نحطها كده هنا الشكل الظريف دوت، ويبقى فاضل لنا كمان الناجت. فين الناجت يا شباب؟ وديتوها فين؟ ها؟ كده اهو دول اللي احنا ايه حمرناهم مع بعض، برضو ظريفة جدا جدا. والدورة بقى قبل ما تيجي الناجتس اللي انا فين؟ مدتوها لي فين؟ كلتوها؟ اوعى تكونوا كلتوا المقادير وكلتوا الوصفات. بس كده اهو معانا بقى الدورة الظريف، شوينا بقى كل الحاجات دي اهي، ونجيب هي فين؟ اه اهي اهو. فتحي بقى ايه الالومنيوم فويل، طلعي ايه الذره الظريف مشوي على الجريل. بصوا معايا يعني عايزه اوريكم، بصوا الحبات بتاعته طريه ازاي، شايفينها معايا كلها طرية ومفرفطة
ولذيذة لأنها مدهونة زبدة، ظريفة جدا. إن شاء الله تجربوه بالطريقة دي ويعجبكم كده، وناكل أحلى ذرة مشوي في البيت. اهو طلع كمان اللي انا عاملاهم عشان سخنين، هيسيح عليهم الجبنة على طول كده. دي كمان سخنة قوي كده اهو. هو الدورة جري ليه كده اهو، بحس اهو شوية جبنة بقى رومي من فوق، لما بيبقى سخن بتسيح عليه وبتبقى خطيرة. حطه هنا كده اهو، والناجتس. تعالي يا ناجتس يا حلوة، بصوا شكلها ظريف جدا جدا وهتعجب الاولاد خالص ان شاء الله. بس كده نجيب الحلوين دول كمان. وبالهنا والشفا، يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم والحاجات اللي احنا عملناها ظريفه تجربوها ان شاء الله. ادي ده بقى هنا كده عملنا ايه بقى النهارده. عملنا مع بعض اول حاجه اللازانيا بوكيت، وصفة بسيطة جدا، استخدمنا فيها شرايح المكرونة اللازانيا، عملنا لها صوص بشاميل، استخدمنا فيه صوص طماطم بيتي هاينز، طعمها ظريف جدا، تحسي انها مكرونة على بيتزا، على يعني تحفة بجد ظريفة. وحشيناها لحمة مفرومة، تقدري تغيري الحشوة بفراخ او سجق زي ما انت عايزة، او حتى خضار وجبنة بس. والوصفة التانية عملنا الذرة المشوي في البيت على الجريل، ما خدش ابدا اي وقت، دهناه زبدة وبيتشوي على طول، بيبقى طعمه حلو. اهم حاجه بعد ما يتشوي نكتم عليه كويس جدا بورق الذره مع الالومنيوم فويل بتاع 10 دقائق، نديله فرصه بس كده ايه يطرق ويتوغل ويتغلغل. تحطي عليه جبنه رومي، تحطي عليه اي صوص، تاكليه كده على طول هيبقى خطير. واخر حاجه عملناها ناجتس الفراخ، الولاد بيحبوها جدا، بسيطه ما فيهاش اي حاجه. فراخ انت عارفه هي جايباها منين، وانت اللي ضربها بنفسك في البيت، مكوناتها بسيطه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واستنوني بقى بكره ان شاء الله. باي باي.